تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، نظمت الجمعية مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بداء السمنة والسكري، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. يأتي افتتاح مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة ليكون أول مؤتمر طبي يعقد حضوريا منذ بدء جائحة كورونا وفقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتوافقة مع الإشارة الضوئية بناء على توجيهات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. قد أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي جهود مكافحة السمنة بالمملكة أولوية خاصة في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المؤتمر حقيقة هو الأهم شيء فيه هو تناول مسألة السمنة، والسمنة في العالم وفي البحرين وعموما في منطقة الخليج يعني منتشرة بحول يمكن حوالي 30% من الناس أو أكثر عندهم سمنة، والسمنة معناته أن السمنة مرتبطة مو بس زيادة وزن. السمنة مرتبطة بكثير من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، أمراض الضغط، وعقب أمراض القلب، أمراض الكلى، كلها تقريبا تنشأ من السمنة. فإذا الواحد عالج السبب الأصلي قدر يعالج الأسباب الفرعية اللي ممكن تجي منها، حتى بعض أنواع السرطان تجي من سبب السمنة. طبعا السمنة مشكلة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. البحرين وضعت خطة عمل لمكافحة السمنة، هناك تعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، فهناك تعاون من قبل وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم، هناك دلائل إرشادية لمكافحة السمنة بالنسبة للأطفال والمراهقين والناشئة، هناك عيادات في المراكز الصحية تعنى بمكافحة السمنة للمراهقين وكذلك لأفراد المجتمع. فبتضافر كل هالجهود المخلصة الوطنية إن شاء الله نقدر نكافح السمنة على في مملكة البحرين، ونكافح الأمراض المزمنة الغير سارية في مملكة البحرين. واستعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الجهود التي تطلع بها المملكة للتصدي للسمنة في البحرين تحت مظلة الخطة الوطنية، وفي مقدمتها الاستراتيجية الخاصة بالنشاط البدني والتغذية الصحية والبرامج والمبادرات التي تقدم من قبل المعنيين بالصحة كإنشاء العيادات المتخصصة في معالجة السمنة وتعزيز أنماط الحياة الصحية وإصدار الدلائل الإرشادية لعلاج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة. أهم توصيات المؤتمر هي الحرص على خلق بيئة كاملة لتوفير العناية لمرضى السمنة، من التشخيص المناسب، برامج الوقاية، التشخيص اللي يكون بدون أي إزعاج لهم من غير أي وصمة، وتكون العناية متكاملة ومحفزة لتبنيهم أنماط حياة صحية أفضل والوصول إلى أهدافهم في الوزن المثالي، والتركيز على المشكلة البدانة أو السمنة عند الأطفال كذلك من أهم الأولويات، ولا بد من التفكير في إعداد عيادات متخصصة للسمنة في مراكز الرعاية الأولية والثانوية وكل المراكز سواء العامة أو الخاصة. وسيسهم المؤتمر الذي شهد حضور أكثر من 150 مشاركاً في إعداد برنامج تعليمي شامل ل 45 طبيبا في مملكة البحرين للتعرف على كل ما يتعلق بالوقاية من السمنة وتشخيصها وإدارتها، من أجل الاستعداد لتقديم المشورة الفعالة للمرضى الذين يعانون من السمنة، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الاهتمام من خلال وضع الاستراتيجيات الإقليمية التي يمكن أن تعالج مشكلة السمنة. لزيادة الوعي لدى الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بما يخص الوقاية والتشخيص والعلاج لمرضى السمنة في مملكة البحرين، يأتي برنامج أكاديمية السمنة في إطار الجهود الوطنية المكثفة لمكافحة داء السمنة بالمملكة، باعتباره من أبرز تحديات الصحة العامة في المجتمع، مع بذل الجهود للوقاية من هذا الداء بصورة فاعلة. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين.